والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذه المناسبتين الغاليتين على قلوبنا، مناسبة اليوم الوطني وقدوم شهر رمضان الكريم، اليوم ذكرى التوحيد، ذكرى التوحيد على يد الموحد الملك القائد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن موحد الجزيرة بعد التناحر والخوف، فبدل الله به الخوف إلى أمن والفرقة إلى تآلف، واستمر العطاء من الأبناء البررة من الملوك ملوك المملكة العربية السعودية غفر الله لهم أجمعين، حتى رأينا هذا اليوم يتجدد في عهده مع يتجدد في عهد الملك عبد الله ملك الإنسانية والعطف، هذا الرجل الذي ملك قلوب الناس جميعا بحبه، أحب شعبه فأحبوه. لذا فنحن بهذه المناسبتين الغاليتين على قلوبنا وقلوب الشعب السعودي نرفع أسماء آيات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم، سائلين المولى العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يديم علينا وعلى هذه الدولة الأمن والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد بن ناصر العبيكان، نائب رئيس الغرفة التجارية ورئيس اللجنة العقارية والمقاولين بالطائف.